بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا برنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. وحيث متواصل مع ضيفتنا دكتورة انتصار الهندال استشاري طب العائلة، حياك الله دكتورة. طبعا بالحلقات الماضية يعني تطرقنا إلى مشوار قطعة السكر، وعندي سؤال يعني مهم. دائما الناس تربط السكر بالسعادة، سؤالي لما قطعتي السكر هل صرتي أسعد أم صرتي أتعس؟ أسعد وايد وايد أسعد. أول شيء يعني هي سعادة مو حقيقية. إحنا يعني دائما ترى نعطي نفسنا يعني شلون نتهيئ سعادة، بس السعادة هذه مو حقيقية. يمكن قلنا بالحلقة اللي طافت إن المخ لما أنت تتعاطى سكر يفرز دوبامين، والدوبامين هرمون سعادة، صح؟ بس السعادة ترى إذا نتكلم عن الأكل موجودة بوايد أشياء أحسن من الدوبامين. الموز، نعم، هذا بعد أنت من الناس اللي يحبونه، يعني الموز فيه سيروتونين وهو هم هرمون سعادة. مادة الكاكاو نفسها، يعني الكاكاو العادي خلينا نقول 90% منه شكر، 1% ترى الكاكاو، يعني الناس قاعد تاخذ دوبامين والسيروتونين، يعني يلا يذكر. بالمقابل انت لما تاخذ دارك شوكليت مثلا 70% او 80%، انت قاعد تاخذ 80% سيروتونين سعاده، تاخذ مضادات اكسده، تاخذ يعني فوائد لها اول ما لها اخر، ونسبه السكر اللي موجوده واذا كانت عضويه بعد يكون احسن، نسبة جدا قليلة هم لا تذكر. فأنا بالنسبة لي الحمد لله وايد حسيت إني صرت أسعد. بعد في شغلة ودي أقولها، لو الناس لما تاكل تستشعر الشيء اللي قاعد تاكله راح تحس بسعادة أكثر. يعني إذا أنا قاعدة أكل دارك شوكولت وخذيت القطعة هذه وحطيتها وحسست نفسي شلون أنت لما تشرب القهوة تحس بطعمها وتحاول تعيش شعور السعادة معاها، تحط قطعة الكاكاو وتطعم فيها وتخليها تذوب على لسانك وتحس بفوائدها. أنت تفكر أن أنا الحين هذا الشيء اللي أكله شيء قاعد يعدل بشرتي، وشيء قاعد يمشي بشراييني، وزين حق الشرايين، زين حق ينزل الكوليسترول، الأمور هذه راح تلقى أن أنت تستمتع فيه أكثر وتحس بسعادة أكثر. فإحنا شوية طريقة تفكيرنا لو نغيرها وايد أمور راح تختلف. هذه نقطة مهمة، لأن أكثر الناس لما يأكلون الكيك أو الكاكاو ما شاء الله لقمة ورا لقمة، ترى غير الدارك سبحان الله يمكن تأكلين قطعة قطعتين دكتور بعدين بس خلاص، صح؟ خلاص. مستحيل تخلصين البار كله. تدري شنو سر رشاقة الفرنسيين؟ مضغ الأكل. يعني هم لما يأكلون مو مثلنا، إحنا ما شاء الله الكويتيين نبلع الأكل، يعني عيش ومرق حار ماكو، هني حرارته للحين ينزل يوصل للمريء وهو للحين تحس بحرارته. هم لا، يمطقون الأكل. فأنت كل ما عطيت الأكل يعني فرصته إنه يسعدك ومضغته أكثر، كل ما شبعت بطريقة طبيعية أكثر واستمتعت فيه أكثر. أنت ذكرتيني، أنا عندي صديق فرنسي وزارني بالكويت، وبالفعل احنا من ناكل الحين، انا خلصت وهو الحين بربع اكله، فهو من اصدقائي العزيزين. فاول يوم يومين قعدت معاه بالسفره، ثاني يوم ثالث يوم خليته، تقول انت شنو احنا قاعدين بالسباق، هو يقول يعني بالفعل بالفعل يعني هذا شيء. بعدين انا اكتشفت انه صدق احنا وايد نطير يعني سرعه في موضوع الطعام، موضوع اللي هو الاستمتاع بالطعام. وبالفعل موضوع الدارك، تكون انا عندي بنيه اسمها ريما، علمناه على الدارك من الصغر، الحين تحب دارك. إيه؟ ما تاكل، ما تحب، ما تطلب الكاكاو ذاك، يعني سبحان الله صار. اذا كلت منه ترى راح تحس بلوعه، تضايق منه. إيه؟ نعم، وهذا الشعور اللي انا احس فيه ترى الحين. اذا كلتي بالغلط مثلا، انا اذا كلت شيء مثلا فيه شكر مثلا او كاكاو عادي، نفرض يعني مثلا ما عندي ولا شيء مكان وحسيت انه مهبوط ولا هذا، واضطريت اني اخذ لي قطعه كاكاو، ترى يعني اكره الساعه اللي كليت فيها الكاكاو هذه، لان احس الطعم يعني بالنسبة لي غير مستساغ صراحة. دكتورة خلنا ناخذ فاصل قصير ونرد نكمل بهذا الموضوع.
رجعنا لكم بعد الفاصل والحوار متواصل مع دكتورة انتصار الهندال استشارية طب العائلة. دكتورة يعني أتمنى تشجعنا وشجعنا الناس على إذا مو قطعة السكر على الأقل التقليل من السكر. أنت قطعت السكر بلحظة، طيب شو تنصحين الناس اللي الحين يحسون أنهم بالفعل فارطينها بالسكريات والحلويات والكنافات والآيس كريمات، هل يقدرون نفسك يعني في لحظة معينة أو في خيار اللي هو؟ أكيد دائما في خيارات بالحياة، ماكو شيء يعني هو مو قرآن منزل صح ولا لا؟ أنا قلت هو على قولة أخوانا المصريين أقطع العر وسيح دمه، هي بالنهاية خمسة أيام صعبة وخمسة أيام تبدأ الأمور تتحسن معك، وخلال 15 يوم خلينا نقول 10 أيام إلى 15 يوم أنا أوعدك إنك تكون شفيت من إدمان السكر. هذه طريقة وفي ناس تقدر عليها، وايد ناس قدرت عليها. في ناس تقول أنا ما عندي إرادة، وأنا أقول ماكو شيء اسمه إرادة، في قرار، القرار هو اللي يصنع المعجزات بعد مو بس الإرادة. زين الحل الثاني تدريج حل يعني وايد معقول وايد زين. يعني حتى أنا ساعات في ناس يقولوا لي دكتورة إحنا ما قطعنا نهائيا بس شلنا من القهوة شلنا من الشاي، أقول يعني على قولتهم نص البلا ولا البلا كله صح ولا لا؟ أنا أعتبر السكر سم، فاسم الله عليكم جميعا يعني. فإذا أنت شلت قفشة من الشاي وقفشة من القهوة والحلويات صرت كل هذا ترى قاعد يغير من يعني خلايا اللسان عندك وخلايا التذوق عندك، فراح تلقى أن أنت الشيء اللي كنت تعتبره يعني مو وايد حالي مع الوقت راح تعتبره حالي، ما راح تقدر تأكله. فالتدريج خيار جدا ممتاز، شيله من بعض الأشياء استبدله يعني بأشياء ثانية معينة لما تقدر يعني. خلنا نقول نوعي ضمير شوية، ضميرك إن أنت تأكل من غير ما ضميرك يحاسبك إن أنت شنو سويت بنفسك، لأن بالنهاية يعني دكتور جسمنا في يعني الكويتيين أنا أعرف كلمتهم العمر واحد والرب واحد صح ولا لا؟ صح، هو العمر واحد، ما حد يقدر لا يجدم ولا يغير أجل طولة العمر للجميع إن شاء الله، بس هي شلون أنت تعيش هذه الحياة، هذا أول شيء. ثاني شيء أنت ذكر أن جسمنا هو أمانة من رب العالمين عندنا، فإحنا من واجبنا أن إحنا يعني هذه الأمانة نسلمها حق رب العالمين بعد عمر طويل قدر الإمكان بصحة وعافية. فصح التدخين أكيد من الأشياء اللي إحنا نحرص أن الناس تبتعد عنها، لكن إحنا نتكلم عن التدخين وننسى الشيء اللي يعني الكل قاعد ياخذه براحة. فتدريج خيار جدا ممتاز، شيله من بعض الأشياء واستبدله بأنواع زينة من السكر الطبيعي، وبس الأحسن إنك تقطعه. طيب إحنا عندنا تقريبا يعني دقيقة، ودي أختم هذا السؤال. لما تطرحين هذه الدعوة للامتناع عن السكر بالسوشيال ميديا، هل الناس تجاوب؟ رقم اثنين، من اللي ينجحون؟ منو أكثر، الرجال أو النساء؟ يعني تحسينهم يعني أقوى في هذا الموضوع؟ الناس وايد قامت تجاوب. يعني الحين إذا تكلمنا عن 7 سنوات من هذه التجربة يعني وايد استانس لما أشوف الناس، إن في ناس معاي وفي ناس استفادت وفي ناس ضعفت وفي ناس قطت بعض الأدوية اللي كانوا يستخدمونها. منو الأقوى؟ أنا أعتقد الرجال، أعتقد يعني تأثير على الرجال قاعد يعني البنات يعني ما يقصرون، يقولوا لي كلام حلو بس يقولوا لي يعني ما قدرنا، يمكن لأن بيئتنا إحنا كلها أكل وكلها الرجال ملتزمين أكثر. فتحية للرجال. نعم أنا حبيت هذه النهاية اللي راح أختم فيها. أشكرك دكتورة انتصار على تشريفنا بهذه الحلقات، وإن شاء الله دعوتك لي يعني امتناع عن السكر أو على الأقل تقليل من السكر بالفعل مشكلة السكريات والأكل اللي تنعكس إلى سمنة، وسمنة ما قلتي تجذب كل الأمراض طبعاً، ويعني الله سبحانه وتعالى يخلي يعني يقول من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. فإن شاء الله هذه يعني دعوتك اللي ترفع الأمراض والأشياء المزينة حق الناس تكون في ميزان أعمالك. أشكرك دكتورة على حضورك وتشريفك، ووصلنا نهاية حلقة اليوم، نشوفك إن شاء الله في حلقة أخرى، مع السلامة.